هتلاقي الدم عمال يشور. تمام يا سيدي الناس. بص يا جماعه قرب كده، شايفين ايه؟ ترفع الغرفه، ترفعها لفوق، في خيط تحت اهو قبل موجود باين عندكم اهو. تخش كده تدخل البتاع وتقطع، تشد بقى دي كده، دي كده فك الغرز التانية. بص يا ست كله، بص يا سيدي الناس، حسيت بحاجة؟ قول لي ميرسي. ماشي. نعم هو البلد يوم. دي يا جماعة طريقة فك الغرز. بما ان انا بقى حلاق ومزين من بتوع زمان، طول ما انت معايا وطول ما انت معايا هعلمك حاجات كتير. بص ما تخافش يا حبيبي، ما تخافش يا بابا، ما حد اللي دي الابره يا جماعه، قصدي الخيط. بص بقى احنا هنتفلسف دلوقتي، ما تخافش يا حبيبي، ما تخافش يا بابا، ما حد اللي دي الابره يا جماعه، قصدي الخيط. بص بقى احنا هنتفلسف دلوقتي، هتلاقي الدم عمال يشور. تمام يا سيدي الناس. بص يا جماعه قرب كده، شايفين ايه؟ ترفع الغرفة، ترفعها لفوق، في خيط تحت اهو قبل موجود باين عندكم اهو. تخش كده تدخل البتاع وتقطع، تشد بقى دي كده، دي كده فك الغرز التانية. بص يا ست كله، بص يا سيدي الناس، حسيت بحاجة؟ قول لي ميرسي. ماشي. نعم هو البلد يوم. نعم هو البلد يوم. بص التانية ايه؟ لو رحت فكيت عند الدكتور عند بس طلعش هيسمع الصوت وهيطلع ويدينك، لو هيعمل لك نصبة وفتحة ما تخافوش يا جماعة. اهو بصوا اهي، شايفينها؟ شايفين الخيط؟ قرب يا محمد لو الصورة مش واضحة. اهي بصوا اهو، في خيط اهو، تيجي انت شادد ازاي؟ اهي اهي. اي حاجه بصوا يا جماعه، موضوع سهل جدا ومفيش خوف. الحلاق زمان او المزين زمان، بص اوريكم جدي اهو، بصوا بصوا جدي اهو، جدي اصلا كان من زمان وهو مزين قد الدنيا، يعني ده مش من فراغ وصلت للمرحله ديت، ده بفضل ربنا. ما تخافوش من اي حاجه وخليكم معايا، وبقول اللي انا جاي مش عايز اكتر بس من حاجه واحده بس يا جماعه، ان احنا نصلي على حضره النبي وتدوس اللايك والاشتراك وتدعي لابويا وامي الله يرحمهم. طول ما انت معايا تتعلم كتير.